والحقيقة التوبة حبل النجاة، التوبة صمام الأمان، التوبة سبيل الخلاص، التوبة هي علاج الضعف البشري. الإنسان ركب من شهوة وعقل، إن غلبت عليه شهوته فالعلاج هو التوبة. تصوروا أن ديناً ليس فيه توبة، ما الذي يحصل؟ لأقل ذنب يفجر الإنسان، ما في توبة. ما دام باب التوبة مغلقاً إذن لا بد من متابعة المعصية. لكن حينما يقول الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، معنى ذلك أن التوبة صمام الأمان، والتوبة حبل النجاة أو قارب النجاة. أيها الإخوة، لكن الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. أجمل ما في هذه الآية أن التوبة النصوح تنصح بها نفسك، يعني أعظم نصيحة تقدمها إلى نفسك أن تتوب من الذنوب قبل فوات الأوان. التوبة في الحقيقة علم وحال وعمل، فيها جانب معرفي، وفيها جانب سلوكي، وفيها جانب نفسي. فأنت مثلاً لا يمكن أن تعالج نفسك من ضغط مرتفع إلا إذا علمت أنه معك ضغط مرتفع. لا يمكن أن تتوب من ذنب لا تعرفه ذنباً، لا يمكن أن تتوب من ذنب تتوهمه عملاً صالحاً. إذاً تبدأ التوبة من طلب العلم، ما لم تطلب العلم لن تتوب، لأن الغارق بالمعاصي إن سألته ما هذه المعاصي يقول: أية معاصي؟ أية معاصي؟ إنسان تاب الله عليه وكان في حقل لا يتناسب مع الدين، التقى بإنسان من أرباب هذا الحقل، قال له: لماذا تبت؟ وماذا فعلت حتى تتوب؟ فالتوبة لا تبدأ إلا من معرفة الله ومعرفة منهج الله. فقبل أن تطلب العلم لا تطمع أن تتوب، لأن الأمور عندك مختلطة. الكسب الحرام تظنه حلالا، والفكرة التي تتناقض مع وحي الله تظنها من الدين. يعني في قصص كثيرة جدا تشير إلى أن الإنسان إن لم يطلب العلم يتوهم أن أخطاءه أشياء مألوفة يفعلها كل الناس وليس فيها معصية. إذن التوبة علم، علم يتبعه حال، التوبة ندم. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: التوبة ندم. والحقيقة في هذا الحديث ملمح رائع. ذكر النبي أخطر مراحل التوبة. قال شارحو الحديث: الندم يستوجب علماً ويعقبه عمل. فكأن ضربة النبي كما يقال ضربة معلم. التوبة ندم يسبقه علم ويتبعه عمل. الآن كي أوضح هذه الحقيقة، أنت أمام إنسان في بستان رأى أفعى، ما الذي يحصل؟ أول شيء بحلق بها فإذا هي أفعى، العلم، فاضطرب الحال فولى هاربا العمل أو قتلها. وهذا قانون علاقة الإنسان بالمحيط الخارجي، إدراك، انفعال، سلوك. ولا يمكن أن يكون الإدراك من دون انفعال، ولا يمكن أن يكون الانفعال من دون سلوك. تعرف أنك متلبس بمعصية كبيرة، تعرف أن هذه المعصية حجاب بينك وبين الله، تعرف أن هذه المعصية قد تقودك إلى الهلاك. هذا هو العلم. تندم أشد الندم، تتألم، تضطرب، تخاف، تعقد العزم على أن تقلع عن هذا الذنب وأن لا تعود إليه أبداً
وأن تصلح ما مضى. المرحلة الثالثة التي هي عمل، فيها عزيمة وفيها إقلاع وفيها إصلاح. الإقلاع فوري، والعزيمة مستقبلاً، والإصلاح إذا كان موضوع التوبة متعلقاً بحق من حقوق البشر. والآية التي عدها العلماء أرجى آية في القرآن الكريم: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. أيها الإخوة، أحيانا تختلط الأوراق. الله عز وجل غفور رحيم، وقد يغيب عن هذا الذي يقول إن الله غفور رحيم إنه شديد العقاب. وأرجى آية في القرآن الكريم لو تابعتها: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. أرجى آية في القرآن الكريم في نهايتها: إن لم تتب فالعذاب آت لا محالة. مرة قال طبيب لمريض كلمة رائعة، قال له: معك مشكلة في القلب، إن تلافيتها فهي صغيرة وإن أهملتها فهي كبيرة. كلام جميل. والذنب أحيانا إن أردت أن تتوب منه فالقضية سهلة جدا، وإن أهملته هذا الذنب قد ينقلب إلى عادة. ومن أصعب الأشياء أن يتخلى الإنسان عن عاداته. أنت تبدأ بخاطرة، بفكرة، بهمة، بإرادة، بفعل، بعادة، هذا الذي قاله الله عز وجل: فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. من هنا أدق معنى نحتاجه في هذا الدرس قوله تعالى: ثم يتوبون من قريب. من قريب، لا تجعل مسافة طويلة بين ارتكاب الذنب لا سمح الله وبين التوبة منه. هذه المسافة الطويلة تجعلك تألف الذنب، وهذه المسافة الطويلة تجعلك تظن أنه ليس بذنب ألفته. حدثني أخ ذهب إلى بلاد بعيدة في الغرب، قال لي: المعاصي والآثام التي نعرفها في بلادنا معاص وآثام كبيرة جدا، هناك هينة جدا على الناس لكثرة ألفتها. في باللغة أداة توكيد. قال تعالى: إن الله يغفر الذنوب جميعا، يعني ما من ذنب لا يغفر، ولكن هناك أسباب للمغفرة. والقصة المألوفة أن الذي قتل 99 رجلا ثم جاء ليتوب، فسأل راهبا قليل العلم بحقائق النفس وبأسماء الله، فقال له: هل لي من توبة؟ قال: لا. فكمل به 100. أما الثاني قال له: لك توبة على أن تغادر هذه الأرض. الآن سأجيب أيها الإخوة عن أخطر سؤال يطرح. أنا هذا السؤال تواتر كثيرا علي، أنه يقترف ذنب ثم يتوب ثم يعود ثم يتوب ثم يعود ثم يتوب. يقول لي: إلى متى؟ لأنك ما دمت تعيش في أجواء تدعوك إلى المعصية لا بد من أن تعصي، لأنك تغافلت عن قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. تغافلت عن قوله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. ابحث عن البيئة التي أنت فيها. أنا أقول لكم دائما أيها الإخوة: عش مع المترفين تتمنى الترف، عش مع الساقطين تشتهي السقوط، عش مع أهل الشهوات
ترى أن الشهوات شيء ممتع جدا. عش مع طلاب العلم، ترى أن طلاب العلم حققوا نجاحا كبيرا. قل لي من تصاحب أقول لك من أنت. لذلك موضوع الحمية الاجتماعية الإسلام ركز عليه كثيرا. لا تتولوا قوما غضب الله عليهم ومن يتولهم منكم فإنه منهم. أنا لا أرى طالب علم تفوق إلا مع حمية اجتماعية، أما أن يصاحب أي إنسان، أي إنسان يتكلم كما يشتهي، قد ينطق بالمعصية، قد ينطق بالشهوات، قد يزين لك الشهوات، وهذا الذي يزين لك المعصية يقوم بدور الشيطان تماما، فزين لهم الشيطان أعمالهم. إذا يمكن أن نلخص موضوع التوبة أنه قبل كل شيء طلب علم، ما لم تطلب العلم لا تستطيع أن تتوب. من 10 سنوات تقريبا استوقفني بجريدة يومية خبر أن سائق سيارة استوقفته امرأة، فلما سألها إلى أين قالت له إلى حيث تريد، ففهم وعد هذه غنيمة كبيرة، وبعد أن قضى ما يتمناه منها أعطته ظرفين، الظرف الأول فيه 5000 دولار والظرف الثاني فيه رسالة مكتوب بالرسالة مرحبا بك في نادي الإيدز، والمبلغ مزور أوضع في السجن. أوضع في السجن والرسالة جعلته في نادي الإيدز. تعليقي كان على هذه القصة، هذا الإنسان لو حضر مجلس علم ما كان بهذه الحالة، لركلها بقدمه حينما قالت له خذني إلى حيث تريد. أول خطبة خطبتها في هذا المسجد أذكر في عام 74 استوقفني أخ كريم بدأ يبكي، يعني بالستين عمره، بكاؤه لفت نظري. قلت خير؟ قال زوجتي تخونني من 2 سنين ولي منها 5 أولاد. قلت له مع من؟ قال مع الجار. قلت له كيف عرفها الجار؟ قال لي والله أنا السبب، كنت مرة في سهرة أنا وإياها فجاء جارنا فدعوتها أن تكون معنا. أمت أخوك؟ قال لا. فجلست فقلت له لو أنك حضرت درس علم واحد لما دعوتها إلى أن تجلس معك؟ فلذلك الاختلاط، الغفلة، البعد الطويل عن البيت، في أسباب. أنت حينما تطلب العلم تطلب السلامة، تطلب السعادة، يعني والحمد لله قلما تجد مؤمن طالب علم وقع في ورطة كبيرة. إذن أن يطلب العلم وأن يندم، إذا ما ندم معنى ذلك طلبه للعلم ليس صحيح. حينما ترى ثعبانا مخيفا ولا تخاف منه هناك خلل في إدراكك، في مشكلة كبيرة. فالمؤمن يخاف من الله. أخواننا الكرام، أنا متأكد أن الحلال بين والحرام بين، ولكن السؤال لما يقع الناس في الحرام؟ لأن صحبتهم سيئة، بيئتهم فاسدة، من حولهم ليسوا على ما ينبغي. لذلك في آخر الزمان فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. العلماء يقولون من الوسيلة التي أمرنا بها صحبة الصالحين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. الوسيلة من معانيها صحبة الصالحين. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ما لكم لا ترجون لله وقارا. كلما وقرت ربك أكثر خفت أن تعصيه أكثر. وكأن هناك علاقة بين الخشية وبين التوبة. والله أعلم، هناك مداخل للشيطان لا تعد ولا تحصى. الإنسان إذا استمر في الذنب يستمرئ متابعة الذنب. وقعت، غدا تتوب، ومن يدري
أنك تصل إلى الغد. هلأ معظم الناس يعني يقول لك أنا هلأ شاب، غدا حينما أتقدم بالسن أتوب إلى الله وأحج بيت الله الحرام وأتوب. كم من إنسان لم يستطع أن يصل إلى ما يصبو إليه؟ الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. من أخطر الأوهام أن تتوهم أن الوقت طويل. الوقت يمضي سريعاً. أنا حينما كنت أذكر لكم رجل جلست معه ساعة فحدثني عن 20 سنة قادمة، عن خططه لعشرين سنة قادمة، وفي المساء قرأت نعوته على الجدران في المساء. حينما تعلم أن الله سبحانه وتعالى يحب التائبين، حينما تعلم أن الله سبحانه وتعالى يريد أن يتوب علينا، حينما تعلم أن الله سبحانه وتعالى أفرح بتوبة عبده من الضال الواجد والعقيم الوارد والظمآن الوارد، لا شك أن التوبة تغدو إحدى أهم وسائل النجاة من عذاب الله عز وجل. سبحانك يا رب. الإنسان إذا تاب من كرم الله عز وجل أنه يلقي في روعه أنه قبل توبته، يشعر براحة كبيرة جدا. والله أيها الإخوة، الراحة التي يشعر بها التائبون من الصعب أن توصف. والله كأن جبالا أزيحت عن صدره، كأن كابوسا تحرر منه، كأن ضيقا خرج منه إلى فضاء الله عز وجل. فالتائب الله معه. يعني أنا أقول دائما الذي يشدك إلى الدين ليس لأن الدين قدم لك تصور صحيح للكون والحياة والإنسان. الفكر بالدين رائع، والدين يعطيك تصور متناسق منسجم، فكل شيء في الدين له تفسير. أما لو جلست مع أهل الدنيا في تفوق بجانب لكن في خلل بجانب آخر، وفي تناقض أحياناً فيما يتصورون، لكن منهج الله عز وجل والعقيدة التي تستشف من كتاب الله وسنة نبيه تؤكد أن هناك تناسق بين مخلوقات الله. أما من دون إيمان بالله بنشأ تناقض وبتتفجر أسئلة ليس لها جواب. الشيء الثاني أن الله سبحانه وتعالى يعني أفرح بتوبة عبده من الضال الواجد. أيام وصل ب500,000 وقال لك أين الوصل حتى أعطيك المبلغ، فإن لم تأتي بالوصل فلا شيء لك عندي مثلا. حينما تعثر عليه من الضال الواجد والعقيم الوالد والظمآن الوارد، كتوجيه، أنت حينما لا سمح الله ولا قدر تقع في الذنب مرة ثانية تشعر أن التوبة أصعب، لكن ما الذي يسهلها؟ أن تفعل عملا صالحا يرمم هذا الذنب، لقوله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات، أتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. فلذلك الإنسان إذا وقع في الذنب مرة ثانية عليه أن يضيف إلى التوبة الصدقة، فإن كان لا يملك عليه أن يضيف إلى التوبة الصيام. لا بد من شيء يرمم هذه السقطة الثانية. أيها الإخوة، العزم على ترك الذنب له علامات. من هذه العلامات أن يكون المرء بعد التوبة خيراً مما كان عليه قبلها. يعني في فرق واضح جداً بين حاله بعد التوبة وحاله قبل التوبة. والشيء الثاني أن يبقى الخوف مصاحباً للإنسان. الخوف علامة تعظيم الله عز وجل، وقد قال عليه الصلاة والسلام أشدكم لله خشية أنا، وقال عليه الصلاة والسلام رأس الحكمة مخافة الله. فالخوف يصاحب التائب. لعل الله قبله، أو لعل في التوبة خلل تدعو إلى عدم قبوله، فهذا القلق قلق مقدس. أن يظهر أثر هذا العزم بالتواضع بين المؤمنين والانكسار والخشوع. طبعاً
أنا حينما أقول تواضع انكسار خشوع أعني به بين المؤمنين، لأن المؤمنين يقدرون هذه المشاعر، بينما عند أهل الدنيا ينبغي أن تظهر قوة وأن تظهر عزة. وقد ورد هذا من قول النبي عليه الصلاة والسلام حينما وجد صحابيا كريما يتبختر في مشيته قبيل المعركة، فقال عليه الصلاة والسلام: إن هذه المشية يكرهها الله ورسوله إلا في هذا الموطن. أيها الإخوة، إذا كان هناك ذنوب تتعلق بها حقوق العباد، هذه الذنوب لا تغفر إلا أن تؤدى الحقوق. وأكبر وهم يتوهمه المسلمون أنهم إذا حجوا بيت الله الحرام أو جاء رمضان وصاموه وقاموه إيمانا واحتسابا تغفر لهم كل الذنوب. نقول: تغفر لهم كل الذنوب التي كانت بين العبد وربه، أما التي بين العباد هذه لا تغفر إلا بالأداء أو المسامحة. حينما قال الله عز وجل: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قال: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. هذه البيئة، إذا الإنسان كان في أرض أو كان في مجتمع أو كان في بيئة حالت بينه وبين عبادة الله ينبغي أن يغادر، فإن لم يغادر فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيره. إذا لعل في التوبة، أو لعل أخطر شيء في التوبة أن تكون بين المؤمنين، فمجتمع الإيمان يعينك على الطاعة، بينما مجتمع آخر قد يدعوك إلى الطاعة. واحد شارب خمر ذهب إلى بيت الله الحرام وتاب توبة نصوحة وعاد إلى بلده، فتابع السهر مع أصدقائه الشاربين، بعد تقريبا أسبوعين أو ثلاثة قال له أحدهم: اشرب. قال: أنا تبت إلى الله وحججت بيت الله الحرام. قال له: كم كلفتك الحجة؟ قال له: فرر 100,000. قال: 100,000. اشرب. شرب. يعني الصحبة الفاسدة خطيرة جدا. في إنسان آخر عنده مطعم يبيع الخمر، أيضا حج بيت الله الحرام وتاب توبة، فلما عاد وجد الغلة إلى العشر. أصدقاؤه المتفلتون عنفوه على توبته، فعاد إلى بيع الخمر، وبعد 12 يوما توفاه الله، توفاه الله وهو يبيع الخمر. يعني الصحبة الفاسدة تحول بينك وبين التوبة. أما قول النبي عليه الصلاة والسلام: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وأتى بقوم يذنبون فيستغفرون، فهذا الحديث إذا أخذ على ظاهره هناك يعني مشكلة كبيرة، كأن الحديث يشير إلى أن المؤمن من صفاته أنه يشعر بذنبه، وذنبه كالجبل جاثم على صدره، وذنب المنافق كالذبابة. فلو لم تذنبوا، أي إن لم تشعروا بذنوبكم، لذهب الله بكم. يعني في موت، في حالة موت للقلب، علامة صحوة الإنسان وحياة القلب أنه يشعر بذنبه. لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وأتى بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. أيها الإخوة، لا شك أن موضوع التوبة عولج بشكل مفصل جدا في دروس كثيرة وفي خطب وفي دروس مدارج السالكين، لكن هنا يقتضي درس العقيدة أن نؤكد أن العقيدة الصحيحة ليست فيما ينبغي أن تعتقد، بل يضاف إلى ذلك فيما ينبغي أن تكون. فالذي لا يتوب في عقيدته خلل، والذي لا يراقب نفسه
في عقيدته خلل. والحمد لله رب العالمين.